أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلنا ذي الصفات الحبس ذي رب الخالق سبحانه وتعالى ذي الأخلاق الفاضلة، أن يشعر الإنسان المؤمن ذي حفظها في الأمانة، أذي يجن ذي في الأمان، ذي شثي عذ ونسعى للأمانة يثمثن ونسعى لنمكان ازدخل المجتمع وتحمي يا ربي وتحمي يا نبي صلى الله عليه وسلم وتحمي نار المؤمنين. الإنسان المؤمن ذو النسعى الأمانة كجنيه. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الإنسان ذوين يرسل من العباد ربي جلسيش نفوسيس، والمؤمن ذوين كنينار من الغاشية غفي دم نسن غفي الأموال نسن. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ونسعى على الإيمان ونسعى على الأمانة ونسعى على الدين ونسعى على العهد. تغيث مثلا أكن ثبوثي لنا على اختلاف ذي النوعية اللامنة. أما ذاك اللي يجيك تسغى وسانينيك يجيك يومنيك السجادي سرغو أرغوص إلى قصيد يفك نوتش ديارة، ما يجيك يفضنا إلى قد تسمثلش يفضنا وتسوف وضرا، وما ذاك اللي يفكك يسرسك الجون المنصب بجيث اللي ذي المسؤول أفكرا أفيوت الخدمة تستخدم غور كان إذا تسجادي لقصيد الدفاف اللامنة إلى قد تسخم ذي خدمانية وإلى ما ذاك اللي أمكان إلا المصلحة العباد ربي غور كتلهد المصلحة إنك تجيب المصلحة العباد المصلحة العامة أقفل المصلحة الخاصة كجنة وذي أكشنة ثقوية وثخان دار يمنا أتدمد كان يحقيك أن تستحق ذاك والبخي يليون ذا ستسور يحقيس كجنة. والأمانة ثم قرة مرة أكو إدي يرسل شوف لها الدين الأمانة مالي سيد ربي خلقه للعبادة ندو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الدين في كافي دي ريف السنغ ذي الأمانة إن في غد يوم رضا تنخذ ما تنخذ إن في غد في دينها هذا سنوخر هذا سنوخر إذن ثقوي أين لن دي حيا يتنخذ من لن دي الحرام هذا سنبعد انشتقي ذي أمانة ذي ريف السنغ لقالنا ذا نخان كيقيني. ولكن يثمثن خزرت كان وين اثغيفت نفسي ثينس يفغض يغل يخال الامانه وتحمي يا ربي وتحمي يا الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمي وتحمينا للمؤمنين. يقرد سيدي ربي قبليش: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. المؤمنين غروة تسخنم سيدي ربي غروة تسخنم النبي صلى الله عليه وسلم غروة تسخنم رمانا إلا نهرف السنون إما تغوسا وإما ذي فضنا وإما ذم كان دل منصب بقالث خدمه المصلحة العامة المصلحة العباد ربي لا العباد ربي وإما الدين بإكماله وين يديوم سيدي ربي ويدينها وين إلا ندي حيال وين إلا ندي حرام غور وثا ذات خانم. المعنى يتمثل مريلين إخاني ونيمانا أعقل بلين إخان الرسول صلى الله عليه وسلم وإخان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وسيدي ربي وثي حميالا يعفذقين وين إخان وثي حميالا. يقارد إن الله لا يحب الخائنين. يقرد وأن الله لا يهدي كيد الخائنين سيدي ربي ورحم لران الخيان كجنا وكشيني أوين خانن يمنا أوين الشفران يفضنا أوين يصدق عن دي ثغاوسي وين أوين كنا إقذق عن ذي الدين شو خذي مرين دي الناس ذي ربي الخالق سبحانه وتعالى أوين إكفرطن ذي المنصب وين داكني يخدم ويخان الأمانة ويلهذ المصلحة الجمانيسة يذكر المصلحة العامة أي رم الدنيا تشات يفكان يوين يحمل يكسي ويض يفكان يوين ونستحق له يكسي وين يستحق يلهذ يمانيس يجن وين العباد نين يجدزين العباد ربين يجدزين يستحق ويلحري يسن يلهذ المصلحة الجمانيس يجن المصلحة العامة. عاقلش الخائن يشبان وقيا عاقل حشث الجنات الجظم كان يثل ذاك انك يقلع سيدي ربي حش قلعك يقلع سيدي ربي اخر قوني لاند الخائن عاقل صغير مضر قم كان يثخان ذاك حش قلعك يقلع سيدي ربي اذن سيدي نان
وين دينا حاشا ما يفنى العمر دوني يثبث يقرد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أين دني يثبث أظلم غالا يون ولا يظلم ربك أحدا يقرد سيدة ربي قبيس عزيزي وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم مفغن ذك خانن سيدة ربي مقفل إن سيدة ربي إقيعيث فأمكن منهم ما دين أمكان ضد دينس مكانا ما دين مكانا يخذ مس أمكان يخذ مس المكانا ولكن ما دين أمكانا ثلايوث الهمزة قناس همزة إزالة في الفعل معناه يكس أمكانيس ويقل عيث والخائن دايما يقل عيث سيدي ربي سبحانه وتعالى غجار ربي ذف لمانا يثمث غجار ربي قد يتحفظ الغفية مانا غجار ربي قد يقال سيدي ربي ذي الحسبان يزدغ ويونس غجار ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.